جميل ده. تعال نشوف لقاء مع بطلنا المصري محمد الملياوي بعد فوزه على طول بالذهبية. الحمد لله وشرف لينا والله. وانا اولا العب دوره اولمبيه، فانا فرحان جدا جدا ان انا حققت النتيجه دي، وكان نفسي فيها، كان نفسي فيها لنفسي ولبلدي ولاسرتي وللجنه الناس كلها. اللهم لك الحمد ان احنا قدرنا نحققها وقدرنا نعملها يا جد بعد تعب كتير، مش تعب لوحدي والله، زي ما بقول لحضرتك تعبي وتعب المدربين وتعب اللجنه وتعب الوزاره وتعب البلد، فانا كان نفسي فيها قوي من زمان، فاللهم لك الحمد ان هي جت. هو انا اكيد كان شعوري ان انا صحح المحاوله، هي ذهب، اي حد نفسه يجيب ميداليه وبالاخص ذهب، فالحمد لله ان انا مش مصدق اصلا ان انا حققتها، ومش مصدق ان انا ربنا كرمني بيها، فاللهم لك الحمد. بتقول ايه لزمايلك اللي هيلعبوا بعدين؟ لا ان شاء الله زمايلي كلهم احنا واثقين فيهم، واثقين ان هم يقدروا يحرزوا الفوز، واثقين فيهم. رحاب وشريف يلعبوا النهارده، وان شاء الله لسه زمايلنا كلهم لسه هيلعبوا من بكره ان شاء الله، فان شاء الله ان شاء الله رفع اثقال هتعمل حاجه كويسه جدا 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 يعني. اللهم لك الحمد والله، بشكرهم جدا جدا على الدعم ده وعلى الوقوف ده معايا، ومش عارف اوصف فرحتي ازاي والله. انا فرحان، فرحان ليا وفرحان ليكوا وفرحان للناس كلها، بشكركم جدا جدا. اللهم لك الحمد طبعا، كان حلمهم من زمان، كان حلمهم من اول ما لعبت رياضه والله، كان حلمي وحلمهم، فالحمد لله ان هو اتحقق والله. بشكرهم ان هم وقفوا معايا، وبشكرهم ان هم استحملوني، وبشكرهم ان هم الدعم ده. اللهم لك الحمد يعني، انا بكلمهم في التليفون، انا هم فرحانين ومش عارف اوصف فرحتهم والله. حاله من السعاده الكبيره جدا لبطلنا المصري محمد المنياوي، وعلى فكره بطلنا المصري شريف عثمان حاليا وانا بتكلم معاكم بيستعد للرفعه الثانيه، قدر يرفع 193 كيلو في الرفعه الاولى ونجح فيها، دلوقتي بيرفع الرفعه الثانيه 198، وان شاء الله ان شاء الله يوفق في الرفعه، وعلى طول هقول لحضراتكم اول ما يقدر يرفع الرفعه الثانيه.